البحث عن ينابيع الشباب والخلود فكرة تداعب العقل البشري منذ القدم، منذ أقدم قصة كتبها الإنسان ملحمة جلجامش، والتي تتكلم عن الملك جلجامش ورحلته بحثا عن الخلود بعد موت صديقه أنكيدو. لكن جلجامش ليس وحيدا، فهناك العديد من المحاولات التي أقدم عليها البشر طوال تاريخ البشرية الطويل، مستخدمين العديد من الأساليب والطرق التي سنستعرضها معا. السحر والشعوذة. قبل أن يكون هناك محاولات شبه علمية للبحث عن إكسير الحياة أو وسيلة لتجديد الشباب، كان هناك العديد من المحاولات التي كان أساسها السحر والشعوذة والدموية في الكثير من الأحيان. ففي العصور الوسطى كانت الكونتيسة الهنغارية إليزابيث باثوري تقطع شرايين خادماتها البائسات وتتركهن معلقات داخل حوض استحمام لينزفن حتى آخر قطرة دماء، ثم تقوم بالاستحمام في دمائهن، لأنها كانت تؤمن بأن لهذه الدماء خواصا سحرية تقضي على الشيخوخة وتطيل العمر. ومن الأمثلة الوحشية الأخرى قصة الإسبانية أنريكيتا مارتي التي كانت تقطف الأطفال الفقراء من شوارع برشلونة لتقتلهم وتستخلص الشحم من أجسادهم لاستخدامه في صنع وصفات سحرية للقضاء على الشيخوخة، كانت تبيعها بمبالغ طائلة لحسنوات المدينة من بنات الطبقة النبيلة. شرب الذهب. الأرملة ديان دو بواتيه عشيقة ملك فرنسا هنري الثاني كانت معروفة بجمال يذيب العقول، وللمحافظة على شبابها وجمالها كانت ديان تشرب خليطا دوائيا مصنوعا من كلوريد الذهب والإيثر الإيثيلي، حيث كانت تعتقد أن هذا الخليط السحري يمنح الشباب الدائم، لكن كما هو متوقع تلك المواد كانت تقتلها ببطء وماتت بالتسمم المزمن بسبب الذهب. الزئبق إكسير الحياة والخلطات الدوائية التي من المفترض أن تطيل العمر لها مكان كبير في تاريخ إمبراطورية الصين، فالإمبراطور تشين شي هوانغ توفي في سن 39 بسبب تناوله الزئبق، حيث كان يعتقد أنه سيجعله خالدا، كذلك مات 5 أباطرة آخرين بسبب تلك الخلطات الدوائية. حجر الفلاسفة. ليس فقط الكيميائيين الصينيين هم الوحيدون الذين اعتقدوا أن الزئبق يمكن أن يكون عنصرا أساسيا لصنع إكسير الحياة، سعى أيضا الغرب لصنع حجر الفلاسفة، وهي مادة كان يعتقد الكثيرون أنها تقوم بتجديد الشباب، وكان الزئبق عنصر أساسي في تحضير حجر الفلاسفة. ومن المعروف أن التعامل بشكل كبير مع الزئبق يشكل خطرا على صحة الكيميائيين الذين يشتغلون به. إسحاق نيوتن كان مهتما بشدة بصنع حجر الفلاسفة، وفي وقت لاحق في حياته ظهرت عليه علامات التسمم بالزئبق، وكذلك تسمم عدد كبير من الكيميائيين بالزئبق بسبب سعيهم لاكتشاف أسرار الخلود. خصيتي خنزير غينيا. من أغرب الأشياء التي قيل أنها تنح الشباب الدائم والخلود، وقد تعطاها العديد من العلماء والشخصيات المرموقة قديما فضلا عن العامة، مثل طبيب الأعصاب الشهير تشارلز إدوارد براون الذي كان يحقن نفسه بمستخلصات من خصيتي خنازير غينيا والكلاب، بل إنه كتب كتابا عن هذه المادة بعنوان إكسير براون سيكوار، وقد توفي في سن 76 عاما وهو بصحة جيدة. كذلك من المشاهير الذين تعاطوا هذه المادة لاعب البيسبول بود غالفين، وقد توفي بسبب التهاب في المعدة في سن 45. التجميد. اليوم مع تقدم الطب الحديث عادت أحلام الإنسان في هزيمة الموت للظهور مرة أخرى، فالعلماء اليوم يؤمنون بأن البشرية ستتمكن في المستقبل من هزيمة كافة الأمراض. ظهرت تقنية كريونيكس، وهي تقنية تقوم بتجميد الإنسان على أمل أن يتمكن العلماء في المستقبل من إعادتهم إلى الحياة، وهي بتكلفة متواجدة بالفعل ومتاحة لأي شخص مقابل تكلفة 150,000 دولار. ولكن على الرغم من ذلك، منذ عام 1962 حتى عام 2010 لم يقدم إلا 200 شخص فقط على تجميد أجسادهم. وأخيرا، لا نعلم إلى أي مدى سيذهب طموح الإنسان به، ولكننا لا يسعنا إلا تذكر قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.